ولتطابق الأصوات بين تقرير النتائج ونتائج العد والفرز اليدوي في المحطات المختارة في القرعة والبالغ عددها 8547 والمنتشرة على جميع مراكز الاقتراع بالعدد نفسه والتي تم عدها يدوياً في جميع تلك المحطات وبعد إجراء المطابقة بينها وبين تقرير النتائج لتلك المحطات فكانت المطابقة بنسبة 100%. خلال هذا اليوم صادق المجلس على نتائج المحطات للعد والفرز اليدوي وقرر الإعلان عنها، وهذا القرار خاضع للطعن خلال 3 أيام، وهو إعلان أولي وليس نهائي، كون هناك محطات عددها 3681 محطة لم تصل نتائجها عبر الوسط الناقل، وأخرى لم تصل عصا الذاكرة في الوقت المحدد لها.